يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. وصلنا اليوم الاخير نهار في موضوع هذا السيمانه، في هذا النص الاول من ميتنا، واللي خصناه لتكوين الغله في الشجر ديال الكليمونتين، اي باش نخليوه ما يعطينا الا غله متوسطه في الكميه ديالها، ويعطيها لنا عندها كاليبر مزيان، وبالخصوص يعطيها لنا كل عام، ماشي عاميه وعام لا. واحسن ما يمكننا نديرو هذا النهار هو نحاولوا نذكروا بالشيء الاساسي اللي قلناه مده هذه السيمانه كلها، وهو ان هذه القضيه ديال المساكيه ديال شجر الكليمونتين معطيه له الا خليناه من دايتو لراسو. ثانيا، الانسان يمكن له يبعد على شجر الكليمونتين هذا المشكل ديال المساكيه في الغله. كيفاش؟ خاصو يعطي الشجر عنايه خاصه فيما يخص الثقل متوازن وبالكثره وقت النواره، فيما يخص الاسمده تكون كافيه وموزعه على العام كله، توزيع تستافد منه الشجره وجميع الاطراف ديالها على طول السنه، فيما يخص الزباله المقاده والتخفاف من قوه العود الشرف وتقواس البوجون وسراق الماء، وفيما يخص حتى المحاربه ضد الحشرات بحال حشرات المن بالخصوص اللي يمكن يقضي على الخلف الجديد والنواره. خاص الانسان يجتنب يحرث ولا يقيس الشجر بشي ماكينه ولا ماتيريال وقت تكوين النواره. خاصو يجني في الوقت اللي ان التعطال في الجني يمكن يخسر التوازن ديال الشجره وينقص لها من القوه ديال النواره ديالها. خاصو يرشها بدواء ديال الكينه وقت تبدا تنور ويبدا يتحل النص من النورات ولا الثلث منهم الا كان الجنان كبير، ويمكن له يخلط مع هذا الدواء ديال الكينه شويه ديال لانغري ديال نيترات البوتاس ومعه حتى مواد الزنك والمنغانيز. خاص هذا الرش يكون في شكل ضبابه وفي السوايع البادين ديال النهار. واخيرا، خاص يرد البال الشجرو ويتبعو مزيان على طول العام، ماشي غير وقت النواره ولا وقت الجني. ملاحظة اليوم. ما بين الوسائل اللي تكلمنا عليهم بزاف واللي بين يدين الفلاح مول الشجر ديال الكليمونتين باش يدفع شجرو يعطي غله ويقبطوا الحبات اللي لقحوا من بعد الطيوح ديال شهر 6 وشهر 7، تكلمنا بزاف على استعمال الكينه والادويه اللي بحالها، تكون كينه نيت ولا غبره ولا ميها. واليوم هاد التقنيه كل واحد من الاخوان المنتجين ديال الكليمونتين عارفها وتيطبقها عنده في الجنان ديالو، لكن ماشي قبيح نذكروا شويه بالماضي والوقت اللي ياما تجحدوا فيها الباحثين والاختصاصيين في بلادنا، وياما عارضوها فنيين وقالوا ان الجرحه ديال الشجر اللي كانت تتدار هذيك الساعه هذه سنين بزاف فنحيه التدلا وبني ملال بالخصوص احسن من هاد الكينه. وهنا خاصنا في الحقيقه نعترفوا لهذوك التقنيين اللي كانوا في ساسما اللي مع الاسف ما بقاتش، وحتى التقنيين ديال جمعيه اسب بام ديال المنتجين ديال الحواميد في بلادنا، واللي خدموا وبينوا لنا هذه الطريقه ديال الكينه من بعد تجارب كثيره عده سنوات وفي كل النواحي فاش كاين شجر الكليمونتين في بلادنا، وجربوا شحال خاص من كينه في 100 لتر ديال الماء ووقتاش وكيفاش، حتى وصلت دابا هذه التقنيه ولات عند المنتج ديالنا عاديه وبحال الا تيلعب لانه ولفها ودخلها في الخدمه ديالو ديال كل موسم. على هذا الشيء خاصنا ناخذوا المثال من هذه القضيه وما نبقاوش نشدوا البيبان للتجارب والمسائل الجديدة والتقنية. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.